وميادينها دائما. فأهلا أبا حمدان في هذه الانطلاقة التي ستكون حاملة لكل القوة والتحديات والانطلاق. ترحيبنا ايضا مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظات بسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد للمحليات الاصايل في تحدي من تحديات المرموم بحضور اصحاب المقام العالي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يحفظه الله ويرعاه مبارك لا تمج العين طلعته ولا يرى الرائي في مخبوره فشلا مثل الحسام الذي يرضيك رونقه وإن ضربت به في موطن فصلا الله